أهالي طلاب الجامعات الأكثر الباحثين عن الدراسات، وتعرف إن أغلبها الأهالي عن الطلبة الكتب اللي متميزة إنه بالدراسة، وأغلبهم طلاب الجامعات. مبيعات زينة، كل زينة حلوة إنه مقبولة مثل كل مرة. طبعا الإقبال على مطبوعاتنا من قبل القارئ العراقي مميز، وهذا يؤكد شيء إنه العراق وبغداد من بين أكثر المدن العربية إقبال على الكتب وإقبال على المطبوعات، وزملائنا العرب يستقتلون من أجل المشاركة في المعارضة التي تقام في العراق، لأن بها مكسب وبها فائدة، وهذا يؤكد على أن الكتاب الورقي لا زال يتمتع بقوته وتميزه. والله الإقبال جيد، والسوق العراقي معروف أنه هو الكتب الثقيلة، سوق للكتب الثقيلة، الكتب الفلسفية، الكتب اللي تناقش المواضيع الكبرى يعني بالفكر الإنساني، فبالتالي أكو إقبال على الكتب الكبرى بالإضافة لإقبال آخر على الكتب الاحتيادية. المبيعات جيدة، جيدة مقارنة بالأعوام القادمة، يعني هذا العام يعني يشهد انفراجة من المبيعات، هذا شيء جيد.